بصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا نبدأ النهاردة أول فقراتنا وهي فقرتنا الإخبارية، والبداية مع جهود أجهزة وزارة الداخلية في نجاحها أو نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تعدين العملات الافتراضية بتكوين من خلال تجميع أجهزة حاسب آلي بأحد الجراجات بالقاهرة، كما تمكنت من ضبط عدد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والفساد الوظيفي. خلينا نتابع تفاصيل في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل مع حضراتكم. البيتكوين عملة رقمية افتراضية لا تحكمها قواعد واضحة ولا تخضع لسيطرة الجهات الحكومية، ويتم تداولها عبر الإنترنت فقط، ومع صعوبة تتبعها يسهل استخدامها في العمليات غير المشروعة. لذلك تتصدى أجهزة وزارة الداخلية لجرائم إصدار وترويج تلك العملات حفاظاً على الاقتصاد القومي في ظل تجريم المشرع المصري لها. الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وضعت خطة بحث تهدف لمكافحة تلك الظاهرة وضبط القائمين عليها، تعتمد على رصد ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وتحديد القائمين على هذا النشاط الإجرامي. ومع المضي قدماً نحو تنفيذ تلك الخطة وما أسفرت عنه التحريات الميدانية، تمكنت الإدارة من تحديد أحد التشكيلات العصابية المتخصصة في إصدار العملات الافتراضية بيتكوين والترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصلت إلى استخدام عناصر التشكيل أحد الجراجات بالمقطم بالقاهرة لتجميع أجهزة الحاسب الآلي وبعض الأدوات المستخدمة في تعدين العملة. ونجحت الإدارة في ضبط عناصر التشكيل بعد استهدافهم بمأمورية حال ممارستهم لنشاطهم الإجرامي داخل الجراج، كما تم ضبط جميع الأجهزة والأدوات المستخدمة في ذلك النشاط الإجرامي، وهي 211 جهاز تعدين خاصة بتخليق عملة البيتكوين مختلفة الأحجام والقدرة الإنتاجية، 281 مروحة لتبريد الحاسوب يتم تثبيتها على أجهزة التعدين، 34 مزود طاقة كهربائية خاص بالأجهزة، 1000 وصلة كهربائية و1700 قطعة تستخدم في الصيانة، و900 كابل كمبيوتر لربط الأجهزة ببعضها، وأربع أجهزة استقبال بمخارج متعددة، وجهازان كمبيوتر وجهازان لابتوب تستخدم في عمليات التعدين، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي بلغت أكثر من 300,000 جنيه. وقد أقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي بعد مواجهتهم بالتحريات وما تم ضبطه من أجهزة وبرامج ومحافظ إلكترونية. هذه القضية واحدة من قضايا متنوعة تنجح الإدارة في ضبطها في إطار تصديها لكافة الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني. فقد نجحت الإدارة في ضبط أربعة تشكيلات عصابية بالمنيا لقيام عناصرها بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقاً للفحص المستندي بلغ 14 مليون جنيه. كما تمكنت من ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية لإتجار عناصره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لعدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول مقيمين بالبلاد من خلال ماكينات نقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية واستبدالها بالجنيه المصري نظير عمليات البيع الوهمية مقابل عمولة، وبلغ حجم تعاملاتهم طبقاً للفحص المستندي 42 مليون جنيه. الإدارة تمكنت أيضاً وفي إطار تصديها لجرائم الفساد الوظيفي من ضبط مهندسين بإحدى الإدارات التعاونية الزراعية بقنا لتربحهما من أعمال الوظيفة من خلال الاستيلاء على 2900 طن سماد مدعم وعدم تسليمها للجمعيات المنصرفة لها وبيعها بالسعر الحر للمواطنين، حيث بلغ إجمالي المبلغ المستولى عليه
5,500,000 جنيه. برحب بحضراتكم مرة كمان مشاهدينا. طبعاً كلنا تابعنا الخبر الخاص بالسماح للفنادق والمنتجعات السياحية باستقبال نزلائها بكامل طاقتها الاستيعابية، فقد أصدرت وزارة السياحة والأثار قراراً بالسماح للمنشآت الفندقية باستقبال نزلائها بكامل الطاقة الاستيعابية. والتفاصيل أكتر عن هذا الخبر احنا معانا عبر الهاتف الأستاذ رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية بمرسى علم والبحر الأحمر. صباح الخير يا أستاذ رامي. أهلا، صباح الخير يا فندم، وأهلا بالساده المشاهدين. تحياتنا لحضرتك يا أستاذ رامي. يعني خلينا نعرف من حضرتك في البداية موعد تنفيذ القرار، وطمنا كمان عن نسبة الإشغالات الحالية. هو القرار ده يعني صدر الحمد لله من وزارة السياحة بعد ما شافت كل نسب الإشغالات وكل الأسواق اللي طالبة دلوقتي إن هي تتعامل تاني مع مصر، ورجوع طبعا عدد كبير من الطائرات من الجانب الروسي والجانب الإنجليزي والسياحة الإيطالية. فطبعا كان لازم إن احنا نبتدي نرفع نسب الإشغال للفنادق ل 100%. القرار ده صدر يوم الخميس اللي فات، وتم إقراره يوم الأحد اللي فات اللي هو أول امبارح، نشكر ربنا. وكده احنا كده بالفول باور بتاع كل الفنادق على كل نطاق جمهورية مصر العربية. هايل. طيب خلينا نعرف من حضرتك يا أستاذ رامي يعني أهمية هذا القرار وكمان مردوده يعني على الأسواق السياحية. شوفي، يعني مردود القرار ده طبعا بكل تأكيد ان انت دي بتديك الثقة لكل الأسواق اللي انت بتشتغلي معاها ريني بره مصر. يعني سواء يعني النهاردة احنا كنا ابتدين اول ما حصل موضوع الكورونا، احنا طبعا كنا قافلين تماما، كنا زيرو إشغال، ان كل الفنادق المصرية كانت قافلة بالكامل في كل حتة. بعدين ابتدينا نفتح 25%، 50%، 70% لغاية الأسبوع اللي فات، وبعدين دلوقتي بقينا 100%. كل الإجراءات الاحترازية اللي اتعملت كانت على أعلى مستوى صراحة من الدقة والمهنية على كل مستوى الفنادق، سواء في شرم الشيخ، في الغردقة، أو في مرسى علم حتى. تم تطعيم كل العاملين بقطاع السياحة اللي بيتعاملوا بصفة مباشرة وغير مباشرة مع الجست الأجنبي أو حتى الجست المصري من كل العاملين في قطاع الفنادق، وده طبعا إداكي يعني قوة جدا في ان التروبريتر اللي بره مصر يبتدي ياخد القرار ان هو يرجع تاني كل الجنسيات بتاعته لغاية مصر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا مع يعني استقبال النزلاء بكامل الطاقة الاستيعابية، هيكون في تشديد اكتر للاجراءات الاحترازية والوقائية، ولا احنا زي ما احنا قبل كده؟ شوف، هو كده كده الاجراءات الاحترازيه متخذه من ديوان، من اول يوم الاجراءات الاحترازيه يعني معموله بالكامل، سواء في مناطق المطاعم، سواء في مناطق حمامات السباحه، او حتى على البحر، مناطق حتى الحاجات اللي بيستخدمها الجست بصفه يوميه، كل حاجه زي ما هي، فقط يعني احنا زودنا بس الطاقه الاستيعابيه. انما كل الاجراءات الاحترازيه متخذه على اعلى مستوى، ما فيش اي يعني تهويل بالموضوع ده. احنا يعني احنا في عرض في عرض اي حاجه. صحيح. مش عايزين اي مشاكل خالص تانية تحصل، لان الايام اللي جايه دي ان شاء الله تبقى ايام خير ان شاء الله. طيب احنا يعني عرفنا انه مطار مرسى علم استقبل 28 رحله طيران دوليه بتقل 4000 سائح. خلينا نعرف من حضرتك يا استاذ رامي يعني اكتر الجنسيات المتواجده حاليا في مصر. احب اقول لك بس ان هم يعني هم بالظبط هم 86 طياره اللي جم من مطار مرسى علم في اخر اسبوع، نشكر ربنا. الجنسيات الحاليه دلوقتي موجوده في مرسى علم هو الجنسيات الايطاليه، الالمانيه، تشيكيه، بولنديه، روسيه، سويسريه. فدي اسواق كتيره ما كانتش بتجيلنا قبل كده، بقالنا فتره ما شفناش طبعا السائح الروسي ولا السائح الايطالي. صحيح. انما نشكر ربنا خلاص بقالنا اكتر من حوالي اسبوعين الدنيا ابتدت خلاص تفتح تاني. هايل. طب احنا بعد قرار يعني انجلترا ورفع مصر من القائمه الحمراء، هل في حجوزات تمت بالفعل؟ بكل تاكيد اه طبعا، في اربع طيارات ابتدت تيجي في الاسبوع اوريدي من انجلترا، بتيجي من لندن، وبتيجي من مانشستر، وبتيجي من ويلز على مناطق شرم الشيخ والغردقه. الطاقه بتاعت كل طياره في رينج من 140 ل 180 راكب. فيعني في اربع طيارات في الاسبوع، فده عدد يعني لا باس به كبدايه فقط لا غير.
لان من اكتر الجنسيات اللي كانت بتنزل لمنطقه البحر الاحمر هو كان السائح الانجليزي، واحنا طبعا كنا مفتقدينه من 2015 صحيح. مع السياحه الروسيه صحيح. فان شاء الله كل اللي جاي هيبقى كل الخير لبلدنا ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ رامي، يعني بشكل عام الوضع او القطاع السياحي في التوقيت اللي احنا فيه حضرتك شايفه ازاي؟ حاليا دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيه، لو بنتكلم على النهارده نعم. احنا كده نعتبر متعافين تماما الحمد لله. نسب اشغال فنادق البحر الاحمر اقتربت تماما من 90%، نسب اشغال كلها سياحه دوليه. السياحه الداخليه خلاص طبعا ابتدت ترجع تاني بعد ما المدارس والجامعات رجعت. فيعني احنا الحمد لله احنا دلوقتي كده احنا يعتبر بكامل الطاقه الاستيعابيه بتاعتنا، سواء للسياحة أو للفنادق أو كل قطاع السياحة. فنشكر ربنا وربنا يديم النعمة. بس أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ رامي، بشكرك أستاذ رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية بمرسى علم والبحر الأحمر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الطاقة الإيجابية الصباحية دي. شكرا لحضرتك يا أستاذ رامي. خلينا نخرج الفاصل مشاهدينا ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معنا. محطة سكة حديد الإسكندرية تحفة أثرية استعادت جمالها التاريخي. تماشياً مع خطة الدولة لتطوير مرفق سكة الحديد وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ خطة شاملة لتطوير المرفق بالكامل، واستكمالاً لما تشرع في تنفيذه وزارة النقل لإعادة الحياة لهذا المرفق الحيوي من خلال شراء قطارات جديدة وتحديث وتطوير القطارات الحالية وتحديث البنية الأساسية لشبكة سكة الحديد، أنهت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد تطوير وترميم وإعادة تأهيل محطة سكة حديد الإسكندرية. محطة سكة حديد الإسكندرية التي طالها الإهمال الذي طال المرفق بالكامل على مدار سنوات طويلة مضت، أصبحت بمثابة تحفة أثرية استعادت جمالها التاريخي بعد خطة تطويرها التي نفذتها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، حيث أنهت الشركة الوطنية أعمال تطوير المحطة التاريخية بعد إسناد مهمة تطويرها إليها. محطة الإسكندرية حيث عبق التاريخ أصبحت تزين وسط عروس البحر المتوسط بعد إنهاء خطة تطويرها واستعادت جمالها التاريخي كثاني أقدم محطة في الشرق الأوسط وأفريقيا. فالمحطة الشاهدة على تاريخ مصر تم إنشاؤها عام 1856 مع إنشاء أول خط سكة حديد يربط الإسكندرية والقاهرة، عندما قام الخديوي عباس حلمي الثاني حاكم مصر حينها بإسناد مهمة إنشاء أول خط سكة حديد في مصر إلى مصمم السكك الحديدية البريطاني روبرت ستيفنسون بتاريخ 12 من يوليو عام 1851. ومحطة الإسكندرية التي أصبحت تبهر الأعين بجمالها بعد تطويرها مضى على إنشائها 165 عاماً، وتحديداً تم إنشاؤها عام 1856 مع إنشاء أول خط سكة حديد في مصر يربط القاهرة والإسكندرية. ومن هنا كان لابد من الاستعانة بخبراء ومرممي آثار خلال أعمال التطوير، وذلك للحفاظ على وضع وشكل وتقاسيم المبنى الأثري، وقد كان، حيث استعانت الشركة المنفذة بالمرممين خلال ترميم وجهات المحطة الأثرية والقاعة الملكية بها، أو ما تعرف بقاعة كبار الزوار،
وتم ترميم الواجهات الأثرية للمحطة وتدعيم الأسقف وتطوير جميع الأرصفة مع الحفاظ على تقاسيم وشكل المحطة عندما افتتحها الملك فؤاد الأول عام 1927. وفي عهد الملك فؤاد الأول تم توسعة المحطة وبناؤها وفق تصميمها وملامحها وشكلها الحالي، وقام بافتتاح مبناها حينها عام 1927. لذلك كانت مهمة تطوير المحطة ليست عادية باعتبارها مبنى أثري لابد من المحافظة خلال أعمال التطوير على وضعه وملامحه. وتمت كافة أعمال التطوير والترميم تحت إشراف جهاز التنسيق الحضاري ولجنة حماية التراث العمراني والحضري التابعة لوزارة السياحة والآثار. وشملت أعمال التطوير بالمحطة صالة التذاكر ومسجدها وساحة انتظار السيارات وتحديث وتغيير شبكة المرافق الموجودة بالمحطة بالكامل. كل هذا تم دون أن تتأثر حركة القطارات بالمحطة، حيث استمرت حركة الركاب طوال تنفيذ أعمال التطوير دون أن تتوقف. وأصبحت المحطة تحفة أثرية تمتع الناظر إليها بجمالها وتفاصيلها التاريخية. لازم ننهض ببلدنا ونقوم بيها، وبفضل الله سبحانه وتعالى هنقوم بيها. شكرا. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن ضم البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتفاصيل أكتر عن هذا الخبر إحنا معانا عبر الهاتف الأستاذ طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية. صباح الخير يا أستاذ طلعت. ألو. أيوه صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ طلعت، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. خلينا نتكلم مع حضرتك بشكل تفصيلي عن أهمية هذا القرار، ويعني كيف تنضم البنوك لهذا القرار مع العلم أنها تعد متلقية فقط للسلع والخدمات. بسم الله الرحمن الرحيم. بروتوكول التعاون اللي تم بين مصلحة الضرائب واتحاد بنوك مصر هو في البداية بيعكس السياسة اللي بتنتهجها مصلحة الضرائب من مد جسور الثقة والتعاون مع كافة القطاعات الاقتصادية في المجتمع، ويمكن أهم هذه القطاعات على الإطلاق هو القطاع المصرفي. البروتوكول ده جاي في إطار دعم سياسة التحول الرقمي ورقمنة التعاملات في الاقتصاد المصري. تم الاتفاق على انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقية للفاتورة فقط من الجهة المصدرة لها. بمعنى أن البنوك لن تصدر فاتورة إلكترونية للمتعاملين معها، ولكن فقط هي هتبقى متلقية للفاتورة من أي شخص بيورد ليها سلعة أو يؤدي ليها خدمة. البروتوكول ده يعني هو دون إلزام البنوك بأي التزامات أخرى متعلقة بالمنظومة تجاه مصلحة الضرائب، باستثناء أنها متلقية فقط للفاتورة الإلكترونية. طب يعني إحنا ممكن نقول أنه بيكون هذا القرار أو هذا الانضمام يعني دور في إظهار الجانب الخفي الممثل في الاقتصاد الغير رسمي؟ بالتأكيد بالتأكيد حضرتك، انضمام بنوك مصر لمنظومة الفواتير الإلكترونية هو في جانب منه بيساعد في تحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي، وفي جانب آخر بيساعد في محاصرة الاقتصاد غير الرسمي. لأن زي ما كنت بقول لحضرتك، إحنا هنا بنتكلم عن أي جهة أو شركة أو فرد هيورد سلعة أو يؤدي خدمة للبنك، المنظومة هنا بتجبره ان هو لابد ان يكون له بطاقة ضريبية ورقم تسجيل ضريبي حتى يستطيع التعامل مع البنك، وبالتالي احنا زي ما حضرتك بتقولي كده هنقدر نظهر الجانب الخفي من التعاملات الغير رسمية او الاقتصاد غير الرسمي. طب بشكل تفصيلي نتكلم مع حضرتك عن يعني اثار هذا الانضمام على رقمنة مصر 2030. شوفي حضرتك، كل مشروعات الميكنة والتحول الرقمي وخاصة مشروع الفاتورة الإلكترونية هي خطوات مهمة على طريق رؤية مصر 2030. وانضمام مصر بنوك مصر بما لها من ثقل في الاقتصاد المصري لمنظومة الفواتير الإلكترونية هو بمثابة احنا بنعتبره خطوة مهمة جدا على طريق الميكنة والتحول الرقمي. طيب
يعني سؤال بيجي على أذهان الكثير يعني يا أستاذ طلعت، ويعني أول ما سمعنا القرار ده جه في دماغنا سؤال إنه هل دخول البنوك في المنظومة ممكن تكشف سرية الحسابات للعملاء؟ طيب ده سؤال مهم جدا محتاجين نأكد عليه، إن دخول بنوك مصر في منظومة الفواتير الإلكترونية ليس له أي علاقة على الإطلاق بسرية الحسابات. سرية الحسابات في البنوك المصرية مصونة ومحفوظة بالقانون. مصلحة الضرائب لما البنوك دخلت معانا في منظومة الفواتير الإلكترونية، مصلحة الضرائب لا تستطيع، وبنأكد لا تستطيع الوصول إلى حسابات العملاء. البنوك نفسها ليس عليها أي التزامات أمام مصلحة الضرائب فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، سوى إنها متلقية للفاتورة فقط من الجهة اللي بتتعامل معها. تمام. فدي نأكد عليها إن دخول البنوك في المنظومة ليس له أي علاقة على الإطلاق بسرية الحسابات. تمام. طيب خلينا نعرف من حضرتك كمان يعني ثمار تجربة تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، يعني بعد مضي 10 أشهر على تطبيقها على مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكمان مركز كبار المهن. إحنا الحمد لله كل يوم بنحقق نجاحات في منظومة الفواتير الإلكترونية. حتى منتصف أكتوبر الحالي كان عدد الشركات الداخلة معانا في منظومة الفواتير الإلكترونية 3365 شركة، من أكبر الشركات الموجودة في مصر. رفعت على المنظومة 64 مليون وثيقة إلكترونية ما بين فاتورة وإشعار ختم وإشعار إضافة. في 15 ديسمبر القادم ده هينضم معانا لمنظومة الفواتير الإلكترونية 3737 شركة من مأمورية الشركات المساهمة ومأمورية ضرائب الاستثمار. احنا بنستهدف ان مع نهاية 2022 يكون كل المجتمع الضريبي موجود معانا في منظومة الفواتير الإلكترونية ان شاء الله. طب على الجانب الآخر يا أستاذ طلعت، الناس او الشعب المصري وتعاملوا ازاي مع فكرة التحول الرقمي والمنظومة الإلكترونية في اغلب القطاعات؟ والله احنا تجربتنا مع الفاتورة الإلكترونية، واحنا كان في مصلحة الضرائب عندنا نهج كده واحنا شغالين في مسألة الرقمنة والتحول الرقمي، احنا كنا ماشيين فيها بالتدرج، يعني كنا بنطبق المشروعات المتعلقة بالرقمنة دي بشكل تدريجي. ولذلك احنا كانت تجربتنا الحمد لله تجربة ناجحة. احنا قدرنا في نهاية السنة السابقة سنة 20 ان احنا ننتهي من ما كانت كل الإقرارات الضريبية، وأصبحت كل الإقرارات الضريبية عندنا إقرارات ضريبية إلكترونية. إحنا وإحنا بنطبق وإحنا بنتكلم مع حضرتك دلوقتي في مشروع الفاتورة الإلكترونية، أنا بقول لحضرتك إحنا النهاردة عندنا 3365، شهر ديسمبر هيخش معنا قدهم كده كمان في المنظومة. مدلول الكلام إيه؟ مدلول الكلام إن أنا بطبق بشكل تدريجي، ولذلك لما بتظهر مشكلة واحنا بنطبق بنبدأ نتعامل مع المشكلة، بنبدأ نحلها، وعشان كده بنلاقي ان استجابة المجتمع الضريبي استجابة كبيرة، لانه هو داخل ما بيلاقيش مشاكل كتيرة. صحيح. هو داخل بيلاقي فيه تسهيل وبيلاقي فيه دعم فني من جانب المأموريات ومن جانب المسؤولين عن تطبيق الضريبة، فنقول لك لا، في استجابة وبشكل كبير جدا وبشكل عالي جدا، بدليل ان احنا حتى السنة اللي فاتت لما انتهينا من ميكانة الإقرارات الضريبية بالكامل كان عندنا مخاوف ان يبقى في فئة من المجتمع مش قادرة تتعامل مع الإقرار الضريبي الإلكتروني. كنا بنكثف جدا مسألة الدعاية ومسألة ان احنا نبقى متواجدين طول الوقت موجودين في الشارع وفي وسط المجتمع من خلال الندوات ومن خلال خط ساخن كنا عاملينه. الحمد لله بفضل الله جينا في نهاية موسم الإقرارات ولقينا أن استجابة المجتمع المصري للضريبة كانت عالية جدا. كان عدد الإقرارات زاد عن السنة اللي قبلها كمان، فأنا عايز أطمنك وأقول لك لأ، أن استجابة المجتمع الضريبي للميكنة والتحول الرقمي استجابة كبيرة، لأنها في الآخر في الآخر هو بيشعر أن هي بتسهل عليه وبتوفر له. عشان كده الاستجابة بتاعته كبيرة. صحيح. أنا بشكر حضرتك ومجهود كبير بتقوموا بيه، بشكر حضرتك جدا أستاذ طلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا لحضرتك يا أستاذ طلعت. هنروح لفاصل كمان مشاهدينا ونرجع نكمل باقي أخبارنا، خليكم معنا.
دقيقة واحدة تفرق كتير، والوقت دايماً تحدي. في زمن قياسي مصر طورت منظومة النقل وأضافت وجددت 97 محطة سكة حديد، وطورت 335 مزلقان، 212 عربة قطار تم شرائها، وتم التعاقد على 1300 عربة قطار لدعم منظومة السكة الحديد، وتم توريد 24 قطار جديد مكيف لمترو الأنفاق. وفي مجال النقل البحري تم تطوير موانئ الغردقة وسفاجة لتتسع ل 2 مليون راكب سنوياً، وتطوير ميناء نويبع، وتم تعميق المجرى الملاحي لموانئ دمياط والإسكندرية لاستيعاب كل السفن العملاقة. مصر دايماً على الطريق الصحيح وهتوصل بسرعة. بلغ حجم استثمارات المشروعات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 253 مليار جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. افتح عينيك على المستقبل، شوف عن قرب. أرض الفرص بتفتح أبوابها، استعد لبداية جديدة. مصر بتفتح أبواب الاستثمار بثقة كاملة في قدراتها، بموقعها الجغرافي وبقوة بشرية وتعداد سكان 100 مليون، أكتر من نصهم شباب مستعد للعمل. مصر سوق مفتوح جاهز للاستثمار، جاهز للمستقبل، ومجهز بأحدث تكنولوجيا عالمية وعقول مبدعة وطموحة. سوق عمل جاهز بمختلف الخبرات. مصر وفرت بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للمستثمر، تسهل عليه المهمة بمراكز خدمة خاصة للمستثمرين في كل المحافظات، جاهزة ومجهزة لإنهاء كل الإجراءات في مكان واحد. مصر وفرت بيئة تساند وتدعم صغار المستثمرين ورجال الأعمال في كافة المجالات، مالياً، إدارياً، قانونياً وتكنولوجياً، بمبادرة فكرتك شركتك. بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 11 مليار و700 مليون جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. أصبح واحداً من ملائكة الرحمة، حاملاً رسالتك الإنسانية، أن تحقق حلم الانضمام لجيش مصر الأبيض، فتؤدي أمانتك الطبية، فهذا يعني أن تحظى بأرقى النظم التعليمية داخل كبرى المعاهد الصحية العسكرية، قلاع المتميزين. من هنا تكون الانطلاقة القوية بتقديم أوراق الاعتماد للانضمام إلى المعاهد الصحية للقوات المسلحة. ثلاث قلاع عسكرية تضم العديد من التخصصات الطبية أرقى المستويات العلمية ضمن منظومة تعليمية تلبي كافة الاحتياجات من الكوادر الطبية المدربة من الذكور والإناث.
جيل جديد من الخبرات الفنية وفقاً لأرقى النظم العلمية، مناهج دراسية تضاهي مثيلتها بوزارة التعليم العالي، كوكبة من خيرة الأساتذة المتخصصين بالقوات المسلحة والجامعات المصرية، منشأة تعليمية ورياضية وبرامج تدريبية تناظر أعلى المستويات العالمية، رعاية طبية وسط بيئة مثالية توفر كافة الإجراءات للعملية التعليمية المتميزة، طريق الالتحاق بأرقى منظومة طبية يبدأ من هنا. بادر بالانضمام للمعاهد الصحية العسكرية. يمكنك الآن سحب ملفك والتعرف على شروط الالتحاق عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال الأماكن الآتية. بوسعك أن تصبح واحداً من عناصر جيش مصر الأبيض بالانضمام للمعاهد الصحية العسكرية. قلاع المتميزين. علم، انضباط، تضحية. للنسور قدرتها أن تفرض الكلمة في معادلة امتلاك المدى. ولقوتها أن تحقق النصر في أعتى المحن. للنسور رغبتها في الانطلاق نحو آفاق المستحيل. إلى العلا تطير النسور لحماية سماء مصر مهما كلفهم ذلك من تضحيات، معلنة قوتها وقدرتها على تنفيذ أي مهمة توكل إليهم. القوات الجوية المصرية، نسور السماء. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الإخبارية، ومعانا خبر خاص بكشف تقارير أو كشف تقرير صادر عن مبادرة صوتك مسموع لتلقي الشكاوى من المواطنين والرد عليها بتلقي ما يقرب من 380 ألف رسالة منذ انطلاق المبادرة. تفاصيل أكتر إحنا معانا عبر الهاتف دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها فندم. تحياتنا لحضرتك يا دكتور، وخلينا نعرف من حضرتك في البداية فكرة عن المبادرة والهدف منها بشكل تفصيلي. يعني خليني أقول لحضرتك أن مبادرة صوتك مسموع دي انطلقت في 23 أكتوبر 2018، يعني إحنا كده دلوقتي 3 سنوات من إطلاق المبادرة، ودي تحت رعاية السيد دولة رئيس مجلس الوزراء، أطلقها مع الوزير اللي هو محمود شعراء وزير التنمية المحلية 23 أكتوبر 2018 لخدمة المواطن المصري في كافة محافظات الجمهورية، وده بتأتي على رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة دي، وده وفقا لتكليفات سيادة الرئيس. طبعا مبادرة صوتك مسموع بتقوم على محورين رئيسيين. المحور الأولاني قايم على نقطة في غاية الأهمية، وهي إدارة محلية مستجيبة للمواطن، والمحور ده بيهدف إلى جعل المواطن
طرف فاعل ومشارك في منظومة إدارة الحكم المحلي في الدولة المصرية ومحاربة الفساد والإهمال إن كان موجود في بعض الأماكن. وطبعا ده بيربي حق المواطن في أنه يقدم مقترحاته من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل معاه على مستوى المحافظات المصرية. المحور الثاني بيحمل عنوان إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن، وده بيركز على معالجة المشكلات، حل الشكاوى، الرد على الاستفسارات أهلنا في المحافظات المصرية من خلال المنصة المتكاملة للتواصل الاجتماعي بألياتها الأربعة المتمثلة في رقم الواتساب 011-50-60-67-83 وصفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع. كذلك الأمر خط الساخن للرد على الاستفسارات 15-330. كذلك الأمر الإيميل أدرس info@mld.gov.eg. وطبعا دي آلية دائمة لإدارة المبادرة على كافة المستويات المحلية، لأن هناك غرفة مركزية لإدارة صوتك مسموع بيقودها زملائنا ودي في ديوان عام وزارة التنمية المحلية تحت سمع وبصر السيد الوزير. وكذلك الأمر هناك 27 غرفة عمليات في المحافظات المصرية بيرأسها على مستوى كل محافظة السيد السكرتير العام للمحافظة، وبالتالي بيتم التعامل مع الشكاوى أهلنا المواطنين من خلال فريق تنفيذي بيتم اختياره في كل المحافظات المصرية علشان على كافة المستويات المحلية للتعامل مع هذه الشكاوى أول بأول والوصول إلى يعني حلول على أرض الواقع بيشعر بيها المواطن، وده اللي أدى إلى وجود فعلا نقلة نوعية في التعاون مع شكاوى أهلنا في المحافظات المصرية. احنا مش بنستنى المواطن يجينا الوزارة ويقدم الشكوى بنفسه، هو بيبعتها لنا من خلال الآليات الأربعة دي واحنا بنقوم بالتعامل معه. لو جينا بصينا على مستوى صوتك مسموع على مدى الثلاث سنوات يعني ما يزيد عن 380 ألف رسالة، منها حوالي 72 ألف شكوى تم حلها بنسبة 97% إجمالا. إنما لو بصينا كمان على آخر شهر هنلاقي أنه طبعا صوتك مسموع خلال شهر سبتمبر تلقت يعني 11000 رسالة، منها 2005 شكوى، تم الرد على 1568 شكوى منها يعني بما يعادل يعني 78 أو يزيد في المية. وطبعا وبالتالي هنا من الأهمية بمكان حتى التشكيل بتاع نوعية الشكاوى، بتيجي طبعا القمامة في المرتبة الأولى بتشغل تقريبا 54%، وثم تأتي الإشغالات حوالي 38.8%، يليها مخالفات البناء 3.6%، يليها التعدي على أراضي وأملاك الدولة حوالي 2.7%، مكافحة الفساد حوالي 26%، وكذلك الأمر المبادرة بتتلقى الشكاوى والاستفسارات الخاصة بحياة كريمة. كذلك الأمر المبادرة بتتابع عملية مواعيد الغلق وفتح المحال وأي شكاوى يعني بتيجي في مخالفات خاصة بهذا الشأن. كذلك الأمر منذ مارس 2020 والمبادرة طبعا بتتابع تنفيذ القرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا المستجد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية فيما يتعلق بنسب الإشغال في المحال، منع الشيشة في الكافيهات، الالتزام بارتداء الكمامات في المواصلات العامة وغيرها من الإجراءات اللي من الأهمية بمكان دي بتعد من الأمور الهامة جدا، واللي كمان في نفس الوقت خلينا نقول يعني معيار من معايير تقييم القيادات المحلية اللي موجودة على أرض المحافظات المصرية. إنما لما نيجي نشوف يا فندم التوزيع النسبي لعدد الشكاوى في المحافظات وفقا للترتيب،
طبعا بتيجي القاهرة في المرتبة الأولى حوالي 400 شكوى، الجيزة 350 شكوى، يليها الأسكندرية 240، يليها القليوبية، يليها الشرقية، يليها الدقهلية، ثم تأتي المنيا، من بعدها الغربية، ثم المنوفية. أما لو جينا بصينا على مستوى المحافظات في سرعة الاستجابة، بتيجي في المرتبة الأولى الجيزة، يليها القاهرة، يليها الأسكندرية، يليها القليوبية، يليها الدقهلية، ثم الشرقية، ثم المنيا، ثم الغربية وسوهاج والمنوفية، ثم تأتي بعد ذلك بقية المحافظات المصرية. عشان كده من الأهمية بمكان حضرتك أن سرعة الاستجابة والتفاعل السريع مع أي مستجدات بتهم أهلنا في المحافظات المصرية ومشاركة المواطنين فيها، إحنا بنكون حريصين كل الحرص على تحقيق هذا التواصل والوصول إلى الحل الجاد والحاسم للمشكلات. يعني أنا حابة أبرز مع حضرتك يا دكتور فكرة التواصل. يعني حضرتك ذكرت أن أبرز طبيعة الشكاوى من تقريباً 380 ألف شكوى منذ انطلاق المبادرة يعني بتكون في القمامة أو مخالفات البناء، وحضرتك ذكرت العديد من الشكاوى اللي بتكون موجودة. فكرة أنه واحد يعني طلب شكوى أو عمل شكوى عن طريق الواتساب أو عن طريق الصفحة أو عن طريق الإيميل حضرتك ذكرتهم، يعني فكرة ان انا هستنى الرد، يعني هستنى الرد زي ما يعني انا عملت الشكوى، يعني لو انا عملت الشكوى عن طريق بعت رسالة على الواتساب هيجي لي الرد عن طريق الواتساب ولا يكون في ردود مختلفة؟ بالضبط يا فندم، هو حضرتك عملتي على الفيسبوك هيجي لك الرد على نفس الـ 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 الشكوى بتاعت حضرتك. احنا بنبلغ زمايلنا وهو ده المعمول به، تصوير الشكوى اثناءها، ثم اثناء رفع الشكوى، ثم بعد العلاج. الثلاث مراحل دول من الاهميه بمكان ان احنا بنوثقهم وبنرجعهم لاهلنا في المحافظات المصريه، طبعا وفقا لتوقيتات. التوقيتات دي الزملاء سواء في الديوان العام او على مستوى المحافظات بيقوموا بيها وفقا لطبيعه كل، طبعا القمامه دي بتبقى متكرره، وبالتالي من الاهميه بمكان ان احنا نشوف ايه السبب اللي ادى الى وجود القمامه في هذا المكان. هل المكان ده يعتبر تراكم؟ هل المكان ده القمامه اللي فيه تعتبر متجدده؟ اذا الحلول اللي المفروض تكون موجوده على الارض ايه؟ هل تم توفير جمع سكني؟ هل تم توفير صناديق الى غير ذلك؟ ولا برضو مع توفير الصناديق بيحصل نوع من انواع التراكم؟ طب يبقى معنى كده هل بتيجي ورديه واحده ولا ورديتين في اليوم ولا ثلاث ورادي؟ طبيعه المكان اللي موجود فيه القمامه دي. وبالتالي احنا بعد كده بعد ما زملائنا بيتلقوا الشكوى دي وبتتحل اذا اتكررت في نفس المكان، اذا معنى ذلك في جزئيه معينه في اداره التشغيل لاداره المخلفات في المنطقه دي، وبالتالي بنبعت لزملائنا في وحده اداره المخلفات في وزاره التنميه المحليه بنقول لهم تواصلوا مع المحافظه او الوحده المحليه دي وشوفوا رجع خطه التشغيل اللي هو بيشتغل بيها ممكن تكون محتاج ان هو دعم فني من عندنا، وبالتالي بيتم تقديم هذا الدعم الفني. أما فيما يتعلق بطبيعة مثلا بعض الشكاوى زي الإشغالات، برضو اللي حاطط حاجات بره المحل بتاعه، اللي حاطط زرع حديد في الأرض إلى غير ذلك، أو حاطط دعامات إلى غير ذلك، كل ده طبعا بيزال. وإذا حصل التكرار لدي إحنا طبعا بنصور هذا الأمر وبيتم توقيع العقوبة على طبعا المخالف. فيما يتعلق برضو الإجراءات الوقائية والاحترازية نفس الشيء، إذا جالنا حاجة معينة خاصة بهذا الشأن بيتم التصوير، طبعا بيجينا الصورة قبل وبيتم التصوير أثناء وثم التصوير بعد. كل ده بيتم توثيقه وارجعه تاني للمواطن طبعا، علشان وفي كمان المواطن كمان بيبعت لنا بيشكرنا ان احنا قلنا بالفعل حصل حل على الارض وحل واقعي، وبالتالي بيبعت يشكرنا. ولو حضراتكم تابعتوا صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي هناك العديد من الشكر من كثير من المواطنين، وده يعني بيبقى حافز كبير جدا لزملائنا في غرف عمليات صوتك مسموع على مستوى الجمهورية. يعني حقيقي بيبقوا سعداء جدا بده، وفي نفس الوقت بيبقى حافز ليهم، واحنا بنأكد على ان ده دورنا ومفروض كلنا بنتعاون مع بعض لخدمة أهلنا في المحافظات المصرية. طيب فكرة أنه الرقم كبير، يعني عدد تلقي الرسائل ما يقرب من 380 ألف رسالة منذ
انطلاق المبادرة ده بيدل على وعي الشعب المصري ووعي المواطن انه في مبادرات تقدر تقوم بحل اي مشكلة هو بيقوم بيها. حضرتك شايف ازاي رد فعل المواطن المصري او ردود افعال المواطن المصري؟ ده مهم جدا حضرتك. الرسائل دي بتعكس حجم التواصل وحجم الاطلاع على الصفحة وحجم المشاهدات اللي موجودة على الصفحات المختلفة، ونسب كمان احنا بنحط توزيع نسبي لكل وسيلة من الوسائل. يعني لو جينا مثلا بصينا على الواتساب بنلاقي مثلا 9080 رسالة بتتضمن منهم 1644 شكوى. بقية الرسائل ممكن تكون فيها أفكار، ممكن تكون فيها مداخلات، ممكن يكون فيها تعليقات إلى غير ذلك. يعني برضو لما تيجي تبصي على نسب الحل بالنسبة لها على الواتس مثلا حوالي 80% نسبة حل، المتابعين للصفحة فقط حوالي 64,000 و500 متابع، المشاهدات مثلا 21,000 مشاهدة. كل دي تبقى بالنسبة لنا لها دلالات في التحليل علشان نبص على حجم الناس بتلجأ لأنهي آلية من الآليات بمعدل أسرع. فذلك الأمر مراجعة الأفكار دي ومراجعة وبالفعل هو تم مراجعة هذه الأفكار وتم التشبيك بين الأفكار دي وأفكار موجودة عندنا بحيث أن احنا نعظم من الاستفادة من أفكار الناس. وبالتالي كل حد لما يجي يدلو بدلو في حاجة معينة في فكرة معينة احنا بنجمع كل ده وكأن احنا عملنا عصف ذهني وخرجنا من خلال هذا العصف الذهني وهذا التواصل المجتمعي بعدد كبير جدا من الآليات اللي ممكن نستخدمها، وخاصة مثلا لما تيجي مثلا حاجة خاصة بمبادرة حياة كريمة. وبالتالي ده من الأهمية بمكان ان احنا برضو بنستقبل ده، وبالتالي بنسلمه لزملائنا في وحدة المركزية لحياة كريمة في ديوان عام الوزارة، بيتم التواصل مع الناس هنا بيحصل الحراك المجتمعي ده وبناخد ده وبيبقى نوع من أنواع التخطيط التشاركي. هنا الاستفادة تتم بالأفكار. يعني مثلا على مدى سبتمبر كان 23 شكوى خاصة بحياة كريمة، طبعا متابعة الشكاوى دي حلها عند الوحدة المركزية مع الوحدات الفرعية، وبالتالي هنا بالشكل ده اللي موجود على أرض المحافظات المصرية في ال 52 مركز بال 1413 قرية اللي بيتم العمل فيها في العام الأول من المرحلة الثانية من تطوير الريف المصري وحياة كريمة. طبعا ده كل ده فندم بيبقى له انعكاسات مهمة جدا جدا جدا، وأكد على كلامي أن ده برضو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية على أرض المحافظات المصرية. تمام. طيب احنا عارفين انه بدء تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، خلينا نعرف من حضرتك ما تم حتى الآن. لا ده 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 موضوع يعني من الأهمية بمكان ان احنا يعني خلينا اقول لحضرتك انه لو جينا بصينا على الموجة الـ 18 حتى يعني النهاردة حتى اول امس هنلاقي انه اجمالي ما تم تنفيذه في المرحلة الثانية، لان احنا دلوقتي في المرحلة الثانية في 29 اكتوبر الحالي، واحنا نفذنا تقريبا حجم الازالات من خاصة بالمباني حوالي 7155 حالة، تعادل تقريبا 993,628 متر مربع على مستوى المحافظات المصرية. أما لو جينا الإزالات على أراضي الدولة بالزراعة أزلنا حوالي 2194 حالة مخالفة تعادل تقريبا 6730 فدان و909 إيرات و987 سحب. طبعا كل ده مجهودات ومجهودات كبيرة جدا بتقوم بيها المحافظات المصرية مع قوات إنفاذ القانون على الأرض بشراكة استراتيجية مع الوزارات الدولة المعنية. طبعا زي ما أكد مع الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن،
انه على المحافظات انها الاراضي اللي بيتم استبدادها بيتم طبعا ارجاعها لجهة الولاية بتاعتها سواء كانت محافظات او زراعة او ري او غيرها، وبيتم على طول الاعداد لتعظيم الاستفادة منها وفق لهذه الاصول، بحيث ان هذه الاصول تدار ادارة اقتصادية لاصول الدولة عشان نعظم العائد عليها، وكمان ما يرجعش تاني حد يعتدي عليها مرة أخرى. يعني صحيح، يعني مجهود كبير بتقوموا بيه وبتقوم بيه وزارة التنمية المحلية. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا لحضرتك. مشاهدينا بكده تكون انتهت فقرتنا الإخبارية، نروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الصحفية، وضيفنا اللي هيكون معانا أستاذ رفعت صياد مدير تحرير جريدة أخبار اليوم. خليكم معنا.